حزين بزاف من جانب العائله كل شيء، وثانيا ملي سمعنا هذا الخبر ان هذا السيد هذا واحد السيد زعما واحد السيد راه اش غنقول لك، كل واحد هو غني على التعريف من واحد الناحيه، لانه هو واحد السيد ظريف لطيف عنده واحد وهي لانه واش مع سمو ما قدرتش نبقى نعبر لك على المسير. وعشنا مع واحد الفتره زمنيه كنت انا كنت خدام معاه هنا عامين عندي انا بيكو، وكنت كنجي معاه هنا واحد السيد حاجته من هي اللي يقضي الغرض للناس، انا لله وانا راجعون. ما كان والله هاد الحوادث دابا باش كتوقع الحوادث السوق كيفرطوا الناس من ناحيه سمو، اما السرعه اما التحليه تينيفول اما بحال هذا الشيء هو باش كيوقع هاد الصحه ديالك يعني في السيارة. واش انا مثل هاد الفوجه لان يوميا كيمشيو الناس كيمشيو ارواح كيمشيو ابرياء كيمشيو، ولكن واخا تهضر تدعي وتقول النصائح وتقول ما كاينش اللي كيدير بهم، ما كاينش اللي كيدير بهم، كتخلي عائله السيد دروك هو خد الوالد ديالو والواليد والمراه ديالو واسمو ما شاء الله. وهذا الرجل زعما راه واحد السيد كل واحد بغي يذكروا الا بالخير، ما شاء الله ما شاء انا الا هنا يرجع الله يجزيكم بخير.